لأنه تأخذ شو هاد؟ أعوذ بالله السميع العليم، شو هاد؟ بسم الله، الله أكبر. سلام أصدقائي، كيفكم؟ رجعت لكم اليوم بمقطع جديد، معكم أنصاري. كيف حالكم يا الأبطال المغامرين؟ اليوم الفيديو رح يكون نار نار نار. ليش؟ بهذا الفيديو رح فرجيكم وش الساحرة، وأخيرا أنصاري رح يفرجينا وش الساحرة بدون ما هي تعرف. يعني الموضوع اليوم كتير خطير أصدقائي، ماشي؟ فأول شغلة أصدقائي، الفيديو اليوم مثل ما شفتوا بالعنوان إنه أنا رح أعطيها النبتة للساحرة، تمام؟ لكن أنا لما اتصلت على الساحرة الصراحة ما كنت عم صور، يعني دقيت لها وبدي فرحها إنه أنا جبت النبتة، لأنه أنا من يومين ما دقيت لها ولا دقت لي من لما جبت النبتة. فقلت لها مرحبا، هنين قلت لها انا جبت النبتة هيك بتحبي اجي لعندك على البيت؟ قلت اذا قلت لي تعال عندي على البيت بشغل الكاميرا وبصور كيف عم بعطيها النبتة وشوف ردة فعلها. فورا قالت لي لا 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 تجي على البيت، لا تجي على البيت. صدقا انا ارتعبت، قلت لها شبك يعني شوفي؟ قال لا 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 تجي على البيت، خلص بلاقيك بمكان تمام وبهذا المكان بتعطيني اياها للنبتة. قلت لها خلص ما عندي اي مشكلة. يعني انا استغربت، قلت يمكن عندها ضيوف عندها شيء، بس كيف عندها ضيوف وما لا تطلع هي من البيت؟ يعني ما بعرف، انا شيء دوخني. فانا الصراحة هون اصدقائي لعب الفار بيعبي، هي كلمة سورية يعني صرت شك بالموضوع. فانا هون اصدقائي بعد ما شكيت بالموضوع وعم رجعت، هي اتصلت علي، لما دقت علي قالت لي رح لاقيك بالمكان الفلاني، في هيك بعيد عن بيتها شوي، يعني هي بيتها قريب علي بس مو كتير، يعني تقريبا بيتها بيبعد عني شي 10 دقائق اذا بدي امشي مشي 10 دقائق. قالت لي بجنب بيتي في مثل هيك المساحه كبيره. قالت لي بتعرفها انصاري؟ قلت لها ايه بعرفها. قال بتشوفني هنيك وبتعطيني اياها؟ ما بعرف، يمكن هي بعثت لي رساله، اجتني رساله على الموبايل هلا بشوف. على كل حال قالت لي بتلاقيني هنيك وبتعطيني اياها للنبتة. قلت ما في اي مشكله. فانا هون اصدقائي اجيتكم بطريقه كثير خطيره، قلت انا لازم اضرب عصفورين بحجر. اولا فرجيهم وش للساحرة لمتابعيني، لأنه هي بتعرف إنه أنا عندي طيارة تمام، وهي الطيارة أنا حسبتها بمخي، قلت إذا أنا بدي أعلق لها النبتة وأخذ لها إياها بالطيارة، هي ما تعرف إنه هي الطيارة بتصور أصلاً، هي بتعرف إنه بس طيارة بتفكرها تبع أولاد صغار، إنه بتطير وبتشيل أشياء وبس، هي ما بتصور، هيك هي بتفكر، لكن هي فيها كاميرا. أنا شو رح أعمل أصدقائي؟ بما إنه أنا ترددت الصراحة، مو ترددت، حسيت إنه رح يصير شيء ما بعرف، يعني لأنه كلامها كلياته ما ريحني للساحرة، إنه يا أنصاري لا تجي لعندي على البيت وانتبه، بالعادة بدق لها تليفون بتقلي إيه تعال أهلا وسهلا، هلا ما بدها يعني إجي على البيت. فأنا شو قلت؟ قلت بس توصل هي للمكان هنيك وتفكرني إنه أنا ناطرة مشان أعطيها النبتة، ببعث للطيارة لعندها، بعلقها بالحبل للنبتة مثل ما شايفين هلا، وباخذها لهنيك. بس وصلت لعندها فهي بتقبع الكيس من الطيارة وبتاخذ النبتة وبتروح وخلص، أنا ما لح روح ولا لح إجي. فأغلبكم رح يسأل إنه يا أنصاري ليش أنت ما بدك تروح؟ قلت لكم لأنه أنا حاسني قلبي إنه في شيء مو طبيعي، يعني ليش ما بدها تشوفني مثلا بشارع عام؟ قلت لها بلاقيكي مثلا قريب، حددت لها مكان، قالت لي لا لا ما بدي أروح لهنيك، بدي لاقيك بهذا المكان حصرا. أنا هم ما بعرف أصدقائي الصراحة، جد ترددت. فيلا أصدقائي خلينا نبلش بالمغامرة الأقوى ونشوف اليوم شو رح يصير، ويا رب يكون في مغامرات أصدقائي. وأنا اليوم جايب معي أكل كتير كتير غريب ومستحيل إنسان يعرفه، مستحيل، عم بمزح معكم أصدقائي، ليكل أكل شاهينه كل الناس بتعرفه. فأنا جبت أكل محلي محلي، أي يعني من المنزل، ما رح جبت من برا. فلا أصدقائي أول شغلة رح نعملها كالعادة مثل ما عودتكم إنه أنصاري بياكل مشان نبدأ بالمغامرة القوية. فاللي عباله موزة أصدقائي لا يحرم حاله، تعالوا عندي كتير موز والله بوزع لكم، بس عددكم كبير والله ما بلحق، يعني إذا بدي أفكر إني وزع لكم موز لازم أشتري الصومال كله وشجرات الموز. بسم الله، والله موز بلدي اصلي ريحته كتير طيبه يا عيني. وين الشيطان؟ خليني طعميه معي. ليكو تعان، احذروا مين هذا؟ هذا الشيطون، عرفتوا ليكو مسكون. هذاك اليوم بتقولوا لي يا انصاري عيونه كانت عم تتحرك، يا انصاري هذا ملموس جن، يا انصاري انتبه. اه فعلا ملموس جن، اطلعوا عيونه عم تتحرك اصدقائي، شوف شوف، بسم الله الرحمن الرحيم. عم بمزح معكم ما فيه شيء، انطلق لهنيك حبيبي يلا جايك. والله كمان الموز طيب، يعتبر غذاء المغامرين. انا جايب لكم كمان اكل ثاني، احذروا شو هو غير الموز. الموز خلصناها، هي نصها للشيطان. والغذاء الثاني شو هو يا انصاري؟ مين بيعرف شو هاد؟ ليكو هذا العنب الزيني اصدقائي، هيك بسموه عنا بسوريا. ليش؟ لانه عنب طويل طويل مو مدعبل، شايفينه؟ خلينا نجرب اصدقائي وحده وندوق ناكلها، نعطيكم رايي فيها. والله انه رائع، انه عسل جيد والله. فضل اخر وحده اصدقائي، شايفين هي هي وجبتي طول النهار، انا اكلي خفيف ما باكل كثير، يعني موزه عنبتين 3 4 5 500 300 خالصين. يلا اصدقائي خلينا نبدا بالمغامره بسرعه. فاصدقائي وحبايب قلبي، شايفين هذا الكيس؟ هيدي عائله اديداس ليكا، لا هي مو دي عائله اديداس بس انا كثير بحب بيجامات اديداس. فانا حطيت النبته جوا، لك ارجع ما عم تعلق اللمبه. فهون حطيت النبتة أصدقائي، هلا شو رح أعمل لكم؟ الحبل مثل ما شايفينه تمام، أنا صراحة ما لقيت أصغر من هذا الكيس عندي يعني بالبيت، فهاد شايفينه الحبل، رح علق هلا الطيارة هيك بالكيس هاد. بس أنا شو رح أعمل؟ هديك المرة كانت الطيارة ما ترتفع لأنه في حساسات كانت تحس إنه في شيء تحتها، فهلا رح طول الحبل مشان الطيارة ما تحس إنه في شيء تحتها، وأطلقها إلى الفضاء الخارجي هيك، ونروح نلاقي الساحرة بنفس المكان اللي وعدتني فيه. أنا رح خلي الطيارة هنيك تستنى لبين ما توصل الساحرة، بس وصلت الساحرة لهنيك إن شاء الله هي رح تبعث لي رسالة إنه أنا وصلت. فأنا مباشر أصدقائي بس شفتها للساحرة وصلت
وصلت لهنيك رح دقلها تليفون وقلا النبته معلقه بالطياره. هي رح تتفاجئ يمكن انه ليش ما اجيت انت، قلت لكم انا حاسني قلبي انه بده يصير شيء. فهي الطياره هي موجوده، شيلي الكيس ليكو مثل ما هو، اعملي له هيك بس انتعي من الحبل وخلص خدي النبته والله معك. فيلا اصدقائي خلينا نبدا. شو جايب هون يا انصاري؟ انا جايب لكم المركبه الفضائيه ليكا، طلعوا عليها. هي المركبه الفضائيه حبيبه قلبي، تعالي الى هنا لنشوف. تمام موجوده، يلا خلينا نفتحها اصدقائي مع بعض. لك لا مو هيك بالغلط، هيك وحده. والله متحمس على هي الرحله الخطيره. يلا تعرفوا ليش متحمس اصدقائي؟ انا متحمس لانه اليوم انتم رح تشوفوا وش الساحره، مع انه هي ما بتسمح لي. هذا الصراحه مو خيده على الا او خيانه، لا بس انا بحبكم كلياتكم حبايبي، وكلياتكم طلبتوا انه يا انصاري فرجينا وش الساحره، فقلت اذا شفتوا شيء بسيط من وشها او شفتوا شكلها فبتوقع انه ما لا تزعل هي. اصلا هي مو مشتركه بقناتي وما بتفهم باليوتيوب وهي القصص كلها، فهي ما لا تشوف المقطع كلياته. فاصدقائي اول شغله بنطالع الطائره ليكا، بنحطها على اللابتوب. هاي حطيناها على اللابتوب اصدقائي، فانا كثير مستعجل. هلا بنشيل الجهاز تبعها، شايفينه هيك، هذا هو الجهاز، وبنشيل البطاريه من هدول الثلاثه. خلينا نشوف اي وحده اللي مليانه. الثلاثه فل الحمد لله، ثلاث بطاريات فل. نسحب وحده منهم، نفتح هاي هيك من هون، بنحط البطاريه بهالشكل هذا، نكبسها هيك وبنسكر. المراوح كلياتها جاهزه ومستعده للاقلاع. بنحط الطائره هون اصدقائي، رجع هذا على الكيس. وهي كرتونه الطائره، ها غلفناها نحطها هون. خليني اكل لي قرطه موزه مشان اذا صار شيء وارتعبت اكون شبعان. هذا هو الحبل، شايفينه اصدقائي؟ انا رح طوله كثير هيك، رح خليها. هذا هو الحبل مثل ما شايفين، هلا رح اربطها هيك. طلعوا كيف رح اربطه للكيس، شايفين؟ فهلا مثل ما شايفين اصدقائي كل شيء صار جاهز. اطلعوا شوفوا قد ايه صارت المسافه، شايفين؟ هي هي الطياره اصدقائي ليكا، والنبته تبع الساحره موجوده داخل هذا الكيس. فهي رح تطير بهالشكل هاد، تطلع من الشباك تمام تبع بيتي وروح للمكان اللي قلت لي عنه هداك. هيك هو مكان كثير مهجور، انا بعرفه الصراحه، مكان جدا مرعب. وانا استغربت ليش الساحره حصرا بدها تشوفني هون، معناها حسيت حسني قلبي انه رح يصير شيء، فقلت ما رح اروح اوديها بالطياره. يلا اصدقائي خلينا اقلع الطياره ونقول يا رب، ونشوف الحماس اليوم شو رح يصير، وان شاء الله تطلع الساحره وشها واضح، لانه الدنيا مثل ما شايفين رح تصير الدنيا ليل ويطلع وشها واضح وتشوفوها. يلا اصدقائي فهلا مثل ما شايفين اصدقائي بنكبس كبسه كبستين، اشتغل جهاز الطائرة تمام، ونرجع بنجيب الطائرة بنكبس عليها من هون واحدة تنتين تمام. هلا الطائرة اشتغلت اصدقائي، فرح نطلقها مثل ما شايفين ونشوف كيف هي رح تحمل الكيس وتطلع وتستنى الساحرة، لانه ما ضل غير دقائق قليلة والساحرة رح توصل لهنيك، لانه هي قالت لي انه طلعت. فيلا اصدقائي خلينا نشغل الطائرة ونقول بسم الله. يلا فمثل ما شايفين اصدقائي الطائرة اشتغلت، رح نقول بسم الله. هاي الطائرة شغلت اصدقائي، هلا رح اطلقها اصدقائي مثل ما شايفين ونبعثها. يلا فهلا مثل ما شايفين اصدقائي ليك الطيارة، رح اقلع فيها تمام واخذها لبرات البيت للمكان اللي وعدتني فيه السحرة انه رح تشوفني، والنبتة معلقة فيها مثل ما شايفين. رح نقول يا رب اصدقائي ويلا نطلقها بسم الله. يلا فهلا مثل ما شايفين اصدقائي الحمد لله الطيارة طارت تمام، بس توصل على المكان ان شاء الله برجع لكم، لانه في مسافة كثير بعيدة لتوصل له، بس توصل ان شاء الله برجع لكم. يلا اصدقائي فهلا مثل ما شايفين اصدقائي هذا هو المكان، الحمد لله وصلت له ليكم مثل ما شايفين على الشاشه. هذا هو المكان اللي الساحره رح تلاقيني فيه، فانا بظن بدها دقيقتين يمكن او ثلاثه او خمس دقائق لحتى تجي، فرح نستنى ونشوف اصدقائي. بس هي وصلت، هذا هو الطريق الترابي اللي قالت لي عنه تمام، بس وصلت لهون ان شاء الله. مباشر رح اتصل عليها تليفون والا انه تاخذ. شو هاد؟ اعوذ بالله السميع العليم، شو هاد؟ بسم الله الله اكبر، يا والله العظيم في حدا عم يمشي، اقسم بالله العظيم، يا في حدا لابس ابيض، طلعوا طلعوا هون، يا اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الله اكبر، شو هاد؟ يا وحياة المصحف في حدا عم يمشي يا اصدقائي، شايفينه انتم مثل ما شايف انا واضح عنكم؟ اقسم بالله في حدا يا شو هاد؟ يا شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا خليني قرب قرب الطائرة لشوف، بسم الله الرحمن الرحيم، شو هاد؟ وينه؟ نعم ليش هيك ما عم تتحرك؟ يا والله العظيم ما عم تتحرك، واقفة نعم، بسم الله شبهها، والله شغالة ليك وشغالة، بسم الله الرحمن الرحيم، ايه؟ العمى ليش ما عم تشتغل؟ يا ليكو ليكو ليكو، رد طلع رد طلع وحياة الله، والله طلع رد طلع اصدقائي، بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر، يا شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا تحركت تحركت الطائرة تحركت، يا ليكو ليكو وين وقف ليكو وين وقف، يا وحياة الله شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شو هاد؟
قرب قرب شوي طائرة قرب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ليكو شايفينه أصدقائي، والله العظيم حدا لابس أبيض أو حاطع. يي هرب 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 هرب، خليني ألحقه خليني رح ألحقه رح ألحقه أصدقائي وشوف لوين ما كان. يلا تعبت أصدقائي من كتر الرقد، يا الله والله تعب قلبي رح يوقف. طلعوا أصدقائي مثل ما شايفين الطيارة وينها. ليك وينها؟ تمام أنا وصلت للمكان ليكو، هذا هو المكان. الدنيا كتير عتمة بس أنتوا بتفكروا إنه الدنيا نهار، محل ما طلع هذا الشيء الأبيض أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فهلا رح أنطلق أنا والطيارة وروح ألحقه واستكشف وشوف شو صار. يلا فهلا أصدقائي رح أحاول أقرب على هذا المكان تمام لنقدر نستكشف فيه، بس لأقرب الطيارة استنوا شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اطلعوا أصدقائي شوفوا المكان، والله العظيم من هون هرب، من هون هرب والطيارة قاعدة عم تزمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والله تقولوا في أصوات أو في شيء. طلعوا طلعوا من هون هرب والطيارة قاعدة عم تزمر. رح حط الكاميرا هون وقربها للطيارة شوف شو القصة. فهلا مثل ما شايفين أصدقائي الطيارة خلصت بطاريتها الحمد لله أني لحقتها، لأنه ضلت مدة طويلة كتير وهي قاعدة عم تطير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وهذا الجهاز أصدقائي وهذا الطريق وراي، والله العظيم ليكو نفسه. أنا شو هذا اللي طلع الأبيض؟ ما بعرف، معقول السحرة هيك لابسة أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. جد جد والله العظيم شكل مرعب. شفتوه يا أصدقائي؟ يا دوب مبين كان بالكاميرا إذا شفتوه الأبيض اللي قاعد عم يمشي. أعوذ بالله السميع العليم. فأصدقائي رح أحاول إني ألحقه لهديك الجهاز وشوف شو بيصير معي. رح أترك جهاز الطيارة هون لأنه ما لقدر أخذه، أنا راجع بأخذه معي. يلا أصدقائي رح خلي هذا الضوء علي. فلا مثل ما شايفين أصدقائي المكان كتير كتير معتم، بس الحمد لله إنه في سكن قدامي هون يعني قريب علي، عم يطلع صوت أطفال قاعدين عم يلعبوا. وهذا المكان كتير مهجور، ما بعرف طلعوا طلعوا ولا تقولوا في شيء كان، يعني يا دوب ضو الطيارة هاد قاعد عم يضوي لي على وشي لحتى تقدروا تشوفوني. بسم الله الرحمن الرحيم. ليكو 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 والله العظيم اطلعوا هداك هداك المكان اللي كان. بسم الله الرحمن الرحيم في شيء أبيض هنيك، والله في شيء أبيض. بسم الله الرحمن الرحيم. فخليني أرجع لورا أصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم. فأنا أصدقائي أنا قاعد عم برجع برجوع لأنه أنا بشوف على الكاميرا أكثر ما أشوف على العين المجردة. العين المجردة الدنيا عتمة، بس الكاميرا الشاشة تبعها بتعطيني إضاءة ليلية، يعني بتفرجيني الأشياء اللي أنا ما عم شوفها. فرح أحاول أرجع أصدقائي لهون. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. ليكو 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 هون هون والله في شريطة بيضة، أقسم بالله معقولة هي اللي كانت لابستها؟ مو معقولة هي الساحرة، مو معقولة والله. ممكن الساحرة، ممكن شيطان، أعوذ بالله السميع العليم. رح أحاول ويلك طلعت مو شريطة بيضة، هاي طلع خشب، هاد مو شريطة بيضة أصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا قوة إلا بالله، بسم الله لا قوة إلا بالله. طلعوا طلعوا أصدقائي شو في هون، في هي الدويرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح أحاول أكتشف هون أنا. فمثل ما شايفين أصدقائي من هون هو هرب هذا الأبيض، يمكن هرب من هون والعلم عند الله. هاي في حدا هون؟ في حدا هون؟ حدا هون سامعني؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا أصدقائي المكان كله معتم، البيوت كتير بعيدة عني والله، مكان معتم. بسم الله الرحمن الرحيم. في هاي الحجرة، طلعوا لي هاي الحجرة هون، ليكو شلون جاي شكله دائري. شو هاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد اللي موجود هون؟ ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. فشو لازم اعمل هلا؟ انا رح احاول اطلع لبرا اصدقائي وارجع استكشف. انا الصراحه ما شفت غير شوي على الشاشه، يعني يا دوب بين علي. رح احاول اصدقائي اطلع لبرا وهلا على الكمبيوتر بشوف كل شيء بشكل واضح. يلا اصدقائي. فاصدقائي وحبايب قلبي مثل ما شفتوا الوضع هون، والله العظيم يمكن انا بتعرفوا اللي مصبرني ومصبر على هذا الشيء اللي انا شفته، يمكن صوت الاطفال قاعدين عم يلعبوا هون قريب، بس يعني بعاد عني شيء 100 متر بس انا سامع صوتهم. لكن المكان هذا اقسم بالله ما فيه انسان، انسان واحد اذا بتشوفوه اصدقائي. تعالوا افرجيكم اياه. طلعوا 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 كله شكل غابه هيك وفلا فلا بعيد. فمن محل ما رقد هذا الابيض رقد بالاتجاه هذا، اعوذ بالله السميع العليم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانا ما بعرف قاعد عم بستنى هون اصدقائي، عسى والا انه يرجع. هو معقول الساحره بعتت شخص خلته يغطي وشه او وشه، او معقوله هي اللي اجت وغطت وشه، او معقوله هذا شيطان، اعوذ بالله السميع العليم. ما بعرف اصدقائي اكتبوا لي بالتعليقات انتم شو بتتوقعوا يكون هذا. اعوذ بالله العليم، اعوذ بالله السميع، بطلت اعرف احكي ولا اقرا قران حتى. انا حاط هي ضو الطياره عشان تشوفوني اصدقائي. بسم الله الرحمن الرحيم لا قوه الا بالله. فاصدقائي رح فرجيكم الطياره كيف صورت، والله العظيم اطلعوا اصدقائي اذا شايفين. شوفوا شوفوا شايفينه؟ ليكو كان لابس ابيض وقاعد عم يمشي، والله العظيم يا اصدقائي شكله مرعب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. فمثل ما شايفين اصدقائي طلعوا هذا هو اللي كان عم يرقد الابيض، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا يا الله؟
والله مبين مثل شكل انسان مغطي حاله. او معقوله جن؟ شوفوا شوفوا وين وقف اصدقائي. طلعوا شلون وين وقف. يعني انا الحمد لله انه الموبايل هذا بيصور مباشر، اي شيء بصوره مباشر بينزل على الموبايل وبينزل على ممر الطائره، فالحمد لله اني قدرت صوره. يا طلع 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 طلع، بسم الله، والله يمكن هي الساحره. طلعوا طلع بين شيء من وشه ورقد رقد. اعوذ بالله، انا هلا لحتى شفته بشكل واضح اصدقائي. طلعوا، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا وقف وقف اصدقائي، هلا انا طفيت الموبايل تمام. طلعوا، ما عاد في صوت، والله غير صوت الصراصير، ما في ولا صوت ابدا، حتى صوت الاطفال سكتوا. فانا رح احاول اصدقائي هلا، احاول اطلع من المكان تمام، لا اروح انأذى او شيء. هلا اصدقائي انا ضبيت اغراضي كلها ليك، وهذا المكان والله العظيم اللي راح هرب فيه وتخبى واخذ النبته معه. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ما بعرف في سر بهالموضوع. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اصدقائي، والله العظيم ليكوا شو شفت. بس 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 بسم الله بسم الله بس بس. طلعوا طلعوا البسه، والله اجت من وراي. شوف شوف شوف، بسم الله، رح احاول اقرب عليها اصدقائي. بس طلع طلع وهربت هربت، والله العظيم هربت بين الشجر. فرح احاول اصدقائي هلا ضب اغراضي واطلع لبرا، وبس وصل لبرا ان شاء الله بحكي معكم. فاصدقائي وحبايب قلبي، انا هلا فت على البيت، والله انقطع نفسي، المكان كتير بعيد، قاعد عم برقد. طلعوا العرق اصدقائي، شوفوا العرق، اعوذ بالله من الشوفه اللي شفتها، يا لطيف، الله اكبر. بعرف اصدقائي والله الوضع كله مرعب، كله مرعب، دول الشوفه. طلعوا حتى الطياره ما عاد ضل فيها شحن، والله منيح اني صورت هذا الشيء. بس ما بعرف، استنوا رح دق للساحره، رح دق للساحرة واعرف شو قصتها. دقيقة، استنوا خليكم معي اصدقائي، رح احاول دق للساحرة. انا رح اقرب هذا الضوء علي بس مشان انتم تشوفوني اكثر تمام. فهلا رح اتصل للساحرة اصدقائي، بنقول بسم الله. يلا بسم الله، وين رقمها؟ رقمها ليكو، هذا هو، هي دقت لي، كان دقت لي، رح دق عليها وشوف. بسم الله، يلا. اريد نسكي شيء، بديت اشارك ادمي لاريه بالجسن. اوه والله ما معي رصيد، خلص رصيدي. اوف، امتى خلص رصيدي؟ يا الله، امبارح عبيت، لا مو امبارح، من 3 ايام. على هالحظ هلا خلص رصيدي، والله بدي دق لها واعرف شو هي القصه، انه مين هذا اللي اجاني؟ معقوله هي؟ معقوله بعتت حدا؟ معقوله شيطان؟ بسم الله الرحمن الرحيم تكون بعتت حدا من الشياطين اللي عندها؟ بس مو شكله شكل شيطان، شكله شكل انسان مخيف، متغطي بحرام ابيض كان عليه دم، يمكن انتم شفتوا اصدقائي. اعوذ بالله السميع، والله ليكوا العرق اصدقائي. شوف شوف شوف، لا تفكروا خوف، بس توتر، توتر من الشيء اللي شفته اصدقائي. اللي بيعيش الشيء مو مثل اللي بيشوفه على الشاشه، والله العظيم يعني الوضع جدا جدا مخيف. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم على كل شيء شفته. شوف، صرت تأتأ، ما عاد اعرف احكي، مو خوف اصدقائي، توتر. فهي الطائره اصدقائي، انا الصراحه ما عاد اعرف شو بدي اسوي هلا. ومثل ما شفتوا دقيت للساحره، والله العظيم ما معي رصيد، خلص فجاه، ما بعرف ليش خلص. فما لا عارف دق عليها وما لا اقدر اروح لعندها على البيت، لانه هي نبهتني انه لا تجي لا تجي يا انصاري. وبعد ما اتفقنا بهداك المكان، لما بعت الطياره فجاه لقيت هذا الشيء، قمت انا رقدت ورحت لعند الطياره مباشر لهنيك لشوف شو الوضع، قمت ما لقيته هذا الابيض. وحتى الطياره والله العظيم مو معلق فيها النبته، فعلى الاغلب يمكن لما نزل هو تحتها اخذها، وبعد ما اخذها سحب حاله وراح. بس كانت عاليه عنه، يا الله شلون اخذها للنبته، كانت عاليه عنه، اعوذ بالله السميع العليم. اصدقائي وحبايب قلبي، انا رح انهي الفيديو هون، لانه صراحه ماني عارف احكي شيء من اللي شفته، لاني عارف اقدر حلل لكم بعد ما منتج هذا الفيديو وخلصه ان شاء الله ونزل لكم اياه، بكون حللت كل شيء براسي وبعرف شو القصه كلياتها. فاصدقائي وحبايب قلبي، انا اسف اني تعبان كثير. اذا عجبكم هذا الفيديو اصدقائي لا تنسوا تحطوا عليه لايك، ولاول مره عم يشاهدني انا انصاري يضغط على زر الاحمر الاشتراك، فعل زر الجرس حتى توصلوا كل فيديوهاتي. انا بحبكم كلياتكم حبايبي، الى اللقاء ان شاء الله. وبعد ما حل هذا اللغز واتصل على الساحره، بس عبي رصيد، رح إلا إن شاء الله للساحرة وأعرف شو القصة، هل هي اللي بعتت هذا الشخص، أو هي بعتت جني، أو هي اللي كانت لابسة هذا الشيء. ما بتوقع تكون هي لابسة هذا الشيء، معقولة حست إنه أنا بدي صورها؟ بسم الله، طيب مين اللي قال له؟ يعني مين اللي بده يكون قال له؟ فالمهم أصدقائي ما لطول عليكم، بعد ما حلل كل شيء وأقدر حل هذا اللغز إن شاء الله برجع لكم فيديو جديد. إلى اللقاء أصدقائي، سلام.